مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثاني المتوسط. اليوم وصلنا لموضوع جديد بالوحدة الخامسة وهو part of speech بمعنى أجزاء الكلام. اليوم رح ناخذ نتعرف أجزاء الكلام باللغة الإنجليزية والابريفيشن مالتها، يعني الاختصارات مالتها. تعالوا حتى نبدأ الدرس. بالبداية رح ناخذ noun بمعنى اسم. الاختصار مالته يكون بهذا الشكل N بصفة نقطة، حتى إذا بس N it's okay. ممكن يكون اسم شخص مثلا علي، محمد، مصطفى. ممكن يكون اسم مكان مثلا hospital، مستشفى، restaurant. ممكن يكون اسم شيء ما مثلا desk، chair. وممكن يكون اسم دولة مثلا العراق. إذن الأسماء هواية هواية هواية، أكو أمثلة عليها، أنا اكتفيت بس بهذا الشكل. يعني ممكن يكون اسم دولة، اسم مطعم، اسم محافظة، أوكي، اسم نهر، كلها هاي أسماء. زين، ممكن يكون verb بمعنى فعل. مثل ما تعرفون إنه الأفعال فعل مساعد، مثلا أفعال to be، is are am، is are am. أفعال to do، do does و did. أفعال have و has و had. وكثير كثير من الأفعال المساعدة اللي عندكم إياها بالكتاب. أنا بس دا أعطيكم نموذج حتى تعرفون شنو قصتنا بفعل مساعد. زين، الأفعال الرئيسية مثلا play، read، write، هاي كلها أفعال رئيسية بالجملة. هذا فعل بمعنى يكتب، يقرأ، يلعب. هنا أنا ما لها معنى، أوكي، بالجملة. زين، بعد عندنا خلينا نأخذ adjective، الاختصار مالتها بهذا الشكل معناته صفات. شوفوا، الصفة تصف الاسم، يعني beautiful جميلة، nice جميلة أو جيدة أو جيد. كثير عندنا من الصفات وهي تصف الاسم. يعني خل أعطيكم مثال، أقول my teacher is very nice person، المدرسة مالتي هي very nice، هي كلش حبابة. my friend is very beautiful، صديقتي كلش حلوة. gorgeous، great، كلها صفات تصف الاسم، تصف الاسم. طبعا راح ناخذ أمثلة بعد عن الصفات، وراح أعلمكم شلون تحلون الأسئلة وشلون ممكن يجيكم بالامتحان. زين، تعالوا ناخذ أيضا conjunction يرمز إلى بهذا الرمز، هاي C O N J، هي حروف العطف أو كلمة ربط. مثلا and، so، but، when، while، كلها هاي شنو؟ conjunction. and بمعنى و، so مثلا لذلك، but لكن، when عندما، while بينما. ورح ناخذ أمثلة عليه، وانتبهوا لي هاي الأداة تربط بين كلمتين أو بين جملتين، بين كلمتين أو جملتين. زين، تعالوا ناخذ بعد أداة adverb، هو ظرف يرمز إلى بهذا الشكل. الظرف يصف الفعل. شوفوا هنا الصفة تصف الاسم، لكن هنا يصف الفعل. راح أعطيكم مثال، quickly بسرعة، أرد أقول he runs quickly، هو ركض بسرعة. فأنا هنا سويت وصفت الركض مالته انه هو quickly بسرعة. عادة الظرف يكون منتهي بـ ly بهذا الشكل، كتبوها هاي القاعدة، او قد ما ينتهي بـ ly. مثلا fast ما انتهت بـ ly لكن هو ظرف. مثلا he drives fast، هو يقود بسرعة. احنا نكتبها كلها هاي الامثلة، لكن بس نكمل هذا الجزء ونروح على جزء آخر بعدين نأخذ أمثلة. easy صفة، easily صار ظرف، ظرف حال، ظرف حال.
زين، حاولوا تنقلون لأن بعدنا ما خلصنا شرح. انتقلنا إلى تكملة الموضوع. عندنا pronoun ضمير، الاختصار مالتها abbreviation مالتها بهذا الشكل. عندنا ضمائر فاعل، ضمائر المفعول به، ضمائر الفاعل she, it, I, they, we, you، ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول به me, her, him, it, us, them. وأيضا عندنا your، إذا شفتوها بالجملة قولوا هذا شنو، قولوا هذا ضمير، أوكي، سواء فاعل أو مفعول به، يعني يقع في بداية الجملة أو يقع في نصف الجملة أو نهايته. زين، تعالوا ناخذ بعد عندنا preposition اللي هو أحرف الجر. كتبوا وياي أحرف الجر، الاختصار مالتها يكون بهذا الشكل. أحرف الجر in, on, at, by، on مرتين عادتها، above بمعنى فوق، under تحت، across عبرة. إذن ذني تحفظ، تحفظ نماذج عن أحرف الجر، نماذج عن الضمائر، نماذج عن الحال الأدفيرب الظروف، عن الصفة، عن الأسماء وعن الأفعال. مهم مهم هذا الموضوع. زين، تعالوا نأخذ أمثلة وخلونا نعرف شلون نفرق بيناتهن. يلا نقله حتى نكمل شرح. انتقلنا إلى نموذج موجود عندكم بصفحة 70، مطينا مجموعة من ذني الكلمات. هسه راح نقسمها بين أداة ربط، وبين حرف جر، وبين ضمير. زين، راح نجي above وين نكتبها؟ راح نكتبها مع حرف الجر، across ايضا مع حرف الجر، and أداة ربط مو اخذناها احنا. زين، at قلنا حرف جر، but ايضا أداة ربط، him قلنا ضمائر، ضمائر المفعول به. بعد عندنا in، me ايضا اخذناها ضمير. زين، or بمعنى او، احنا قلنا أداة ربط، she ضمير، و so أداة ربط. بعد عندنا them نخليها ويا الضمائر، under نخليها ويا حروف الجر، when بمعنى عندما، تربط بين جملتين، ما اخذيها وين بالماضي البسيط والماضي المستمر بمعنى عندما. بعد شنو عندنا آخر شيء؟ you ضمير. إذن أهم شيء أنا أعرف الضمائر أكون حافظتها، ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول به، حروف الجر أكون أنا حافظتها، والأدوات الربط ظني أدوات ربط. مثال على أدوات الربط يكتبوا، لأنه أيضا رح نأخذ بعد كم مثال حتى تعرفون شلون تقسمون الجملة إلى اسم، إلى صفة، إلى ظرف وهكذا. انتقلنا إلى تمرين آخر أيضا موجود بصفحة 70. عندنا ثلاث جمل أمامكم، يريد من عندي أكتب الأبريفيشن. الأبريفيشن يعني الاختصارات مالتها، يعني راح أقسم الجملة من شنو تتكون، من اسم، من فعل، من صفة، من ظرف، من حرف جار، من أداة ربط، ورح أكتب قدامها الاختصار. يعني رح نبدي هسه put هو verb فعل، مو هنا your احنا قلنا شنو pronoun بهالشكل، book اسم noun، هنا preposition هو حرف الجر، وهنا ايضا ضمير، وهنا desk نعم بهذا الشكل. أما تكتبوها بهذا الشكل أو لا، تكتبون مثلاً put verb بهالشكل، put يساوينا verb فعل، مثلاً your بهذا الشكل pronoun، أوكي، وهكذا مثلاً book noun اسم بهذا الشكل. أما بهذا الشكل أو هذا الشكل اثنيناتهن صحيحات. زين، تعالوا لا ثانيا. I was tired so I walked home slowly. أنا كنت تعبان لذلك مشيت إلى البيت slowly، يعني ببطء، يعني على كيف.
زين راح نجي هسه الاي شنو هو pronoun الواز verb. شوفوا هنا انا بس اكتب فعل بالشكل الاعتيادي انا هذا عندي فعل مساعد لكن اوكي يعني الفعل المساعد عاده اني ارمز له بهذا الرمز auxiliary بس هو تعلمنا انه verb ها هي خلاص بس verb وها هي لا تدوخوا نفسكم بهذا tired صفه I was tired اني كنت تعبان هاي صفه adjective so conjunction بهذا الشكل اخذناها احنا so بدوات الربط ال I pronoun و walked verb فعل home اسم يعني بيت اسم و slowly adverb بهذا الشكل احنا اخذنا ال pronoun الضمائر واخذنا الافعال فعل مساعد وراها صفة tired صفة عرفت من المعنى مال الجملة ايضا so ذات رابط اخذناها هنا لها ضمير بعدين هنا فعل انتبهوا الفعل قد يكون ب ed قد يكون ب ing قد يكون ب s قد ما بي اوكي يكون walk بهالشكل home اسم يعني بيت اسم وslowly هو adverb حال ظرف حال زين تعالوا ناخذ الجملة الاخرى سامي's new motorbike new motorbike يعني الماطور الدراجة النارية لسامي goes fast يعني سريعة او تذهب مسرعة سامي هو noun هو اسم احنا قلنا اسماء الاشخاص هي اسماء noun نقول عليها new صفة adjective اوكي موتور بايك ايضا هنا اسم جوز فعل فيرب فاست شوفوا لي هنا فاست تاتي اما صفه او تاتي حال اما صفه او حال لانه نفس شكلها بالصفه نفس شكلها بالحال اقول لكم هي اما صفه او حال لكن من اباوع اللي قبلها فعل رئيسي يعني هو دي يصف الفعل راح أقول عليها adverb ظرف حال هو كيف يذهب يذهب سريعا فهنا جاي حال لأن يعني قبلها أكو فعل رئيسي فعل رئيسي بالجملة نقله لأنه بعدنا ما خلصنا شرح انتقلنا إلى آخر مثال هذا المثال يريد من عندي abbreviation abbreviation يعني اختصارات هاي الجملة راح اكتبها بالاختصارات انتبهوا dog هو noun طبعا the هي article لكن انا مطيتها لكم ولا هو بالكتاب مطيها لكم فيكتفي انه هنا noun run فعل verb run fast هنا adverb احنا مو قلنا الفاست اذا اجا قبلها فعل رئيسي معناته هنا عندي حال اوكي ظرف حال adverb but conjunction اداة ربط it pronoun didn't verb و when ايضا verb بس هذا auxiliary verb وهذا verb اصلي طبعا النط هي اداة نفي ايضا انتم ما ماخذيها يعني ما ماخذين اسمها بالشرح اذا هذا انا حليت الجملة بهذا الشكل اذا الى هنا ينتهي درس اليوم شكرا لكم وانتظرونا في درس جديد لا تنسون عندنا شرح على الكمبيوتر ايضا وروحوا حلوا التمارين الخاصة بكتاب النشاط راح تلقوني حالتها الى اللقاء